أنا حمود إبراهيم عبد السلام، عمري 55 سنة. فالمشكلة بدأت معي بشهر تقريبا شهر وعشرة أيام نتيجة زحلقة، يعني زحلقت وقعت على الدولاب، وصار عندي المشكلة الفقرات اللي هي الرابعة والخامسة، طبعا في الثالثة والرابعة قديمة، فأضافت عليهم الحلقة اللي هي الفقرة الخامسة. وما شاء الله يعني رحت على كم دكتور وكذا وإلى آخره، ولا لم يستمر طبعا. المشكلة كامل الجزء اليسار، يعني الجنب اليسار كامل مشي ما في نهائيا، صار لي شهر تقريبا وشهر أسبوع، وعلى الحمد لله إن شاء الله يا رب المرحب.